يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد قول يا حنان يا منان، بعض ايش؟ يقول بعض الخطباء على المنبر وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد بقول يا حنان يا منان، فهل هذا معثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ينكر عليهم؟ كما سمعتم أنه يقال يا رب يا ربنا، ولا يقال يا منان، يقال يا ربنا، هذا هو الأولى. هو جائز أن تقول يا منان، جاء في الحديث أسألك بأنك أنت الله المنان، جاء في الحديث الدعاء باسم المنان، لكن الغالب والأكثر الرب يا ربنا. نعم.